المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم، بنلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم هلال رمضان. بالتأكيد دائما رمضان إجمعنا، واللمة تحلى داخل قناة الهلال بلمة الأحباب والأهل، وأن احنا نكون جزء من لمتكم الكبيرة. نسعد أن نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو جميل. محمد، رمضان كريم عليك، وإن شاء الله دائما لمة والمحبة. رمضان كريم عليك وئام، وعلى كل السادة المشاهدين في كل مكان، تصوموا وتفطروا على خير وإن شاء الله دائما تامنين ولامين. وسعداء أن نلتقيكم في هلال رمضان في هذه السهرات بار رمضانية فيها الكثير من المواضيع الشيقة والممتعة، وفيها الكثير أيضا من الغناء الجميل والراقي والمواضيع التي نتمنى أن تنال دائما على رضاكم وإعجابكم. اليوم وئام حتكون مع ضيوف بكل تأكيد متميزين، تعودتوا على أصواتهم، لكن اليوم حتتعرفوا على أشكالهم، حتتعرفوا على هؤلاء الأشخاص الذين خلبوا الألباب وجعلوا الجميع يعني يتعلق بهذه الأصوات الجميلة وبهذه الأصوات الممتعة. اليوم سهرة هلال رمضان بعنوان خلف الميكروفون نجوم الإذاعات، النجوم الذين خلونا نتخيل بأصواتهم الجميلة ونشوف ما من خلال الصورة، ولكن يا وئام من خلال الصورة. نعم، ممكن يا محمد، كثير من الأصوات اللي كانت خلفها الميكروفون هي أصبحت أصدقاء لنا على مدى السنين، أصبحنا نتعود على صوتهم، بنفقدهم لما ما يكونوا غير موجودين، عاشوا معنا أفراحنا وأحزاننا ولكن لم يسبق أن التقينا بهم. بالتأكيد الميكروفون والإذاعة هي من أعرق وأجمل الذكريات السودانية في كل ذاكرة لكل واحد فينا. إحنا اليوم حنكشف على جزء بسيط من النجوم صنعوا الاختلاف، النجوم اللي قدموا التميز والإبداع على مدى سنين يا محمد، وكرسوا حياتهم من أجل تقديم كل ما هو جميل وكل هو ممتع للمستمع السوداني الأصيل. صحيح. ضيفنا الأول واحد من البدائيين المتميزين جدا، تعودنا على صوته دائما في قراءة الشعر، نجح بشكل كبير جدا في تقديم عدد من البرامج الإذاعية الجميلة جدا، وكان له برضو بعض التجارب التلفزيونية، ونجح الآن في منصبه الجديد كإداري المدير العام لإذاعة FM 100 البيت السوداني. سعيد جدا نكون ضيفنا اليوم في هذه السهرة الرمضانية الجميلة الأستاذ عمر محي الدين. أستاذ عمر، مرحبا بك، مشرفنا ومنورنا، ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير. مرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين. عادة خلف الميكروفون، الآن أمام الكاميرا، تحية لجمهور قناة الهلال الفضائية، وكل سنة وهم صايمين دائما على الخيرات والأيام الجميلة. مرحبا. مرحبا بك عمر. ضيفنا الثاني وئام، منو فينا ما سمع صوته؟ صحيح. منو فينا ما تعود عليه؟ منو فينا ما بيبدأ صباحه بصوته؟ حاجة كده أساسية مع شاي اللبن والبسكويت. نعم. ولا القهوة بتاعت الصباح. أقوال الصحف مع مازن صلاح أمين. مازن، مرحب بك، وسعيد جدا بوجودك معنا اليوم، مشرفنا ومنورنا، ورمضان كريم. والله مرحب بك محمد الخير، مرحب بك وئام، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم إن شاء الله يعني نعاد على كل السودانيين بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله يعني نسعد ويسعد معنا إن شاء الله بما نقدم إليهم من معلومات ومن حوار ومن لقاء يعني خلف الميكروفون. يمكن الليلة شكل مختلف أمام الكاميرا، وإن شاء الله نقضي معكم وقت جميل وممتع إن شاء الله. بكل تأكيد. نعم، بالتأكيد. وما كده بس يا محمد، حيكون معنا في رحلتنا لليوم فنان شبابي في وسط الساحة الفنية الشبابية، ممتلأت بأصوات ممكن نعتبرها ضجة زي ما ذكرنا كثير قبل كده، ممكن نعتبرها ونسة، هي ليست غناء وليست فن، كان في شباب قدروا يقدموا وقدروا يواصلوا ويبرزوا كمان موهبتهم بشكل جميل. صاحب الصوت الرائع والكلمة الموزونة عمار فرنسي، منورنا وشرفنا كثير الليلة، ورمضان كريم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم وعلى مشاهدي قناة الهلال الفضائية، ورمضان كريم عليك ويام محمد وضيوفك الكرام عمر محي الدين ومازن، واتمنى نقضي سهرة سمحة كده مع بعض. بالتأكيد. نعم اكيد. طيب ضيوفنا دول طبعا معنا زول غناي ومعنا ناس كلامين كلام شديد، فالمرة دي انا متأكد تماما حلقة صعبة وحلقة هتكون ممتعة. نعم. وجميلة، لكن خلونا نبدأ الكلام مع زول الغنى عمر فرنسا. اول حاجة بس دعنا نفسر اللغة الفرنسية دي جات من وين؟ والله انا درست اللغة الفرنسية في جامعة السودان، ومشيت فرنسا قعدت فترة كده، جيت عملت فيها يعني درست فيها في المدارس الثانوية، وبعد ذاك اللغة بصاحب أستاذ فرنسي. نعم. يا
يعني هنسمع غنى بالفرنسي. تمام جدا. طيب هتبدأ لنا بشنو؟ والله يا أخي في خيارين الآن، أغلى من عينية وعين يا سمير ما جيتها. نعم. بعد ذلك على حسب ترتيبنا مع نعمل التصويت. يبدأ بشنو؟ أغلى من عينية؟ والله أغلى من عينية كويسة، ممكن نسمع كبداية كويسة مع أستاذ عمر. رأيك شنو؟ أغلى من عينية أنا. يا سلام. كويسة. رجحت القصة. نعم جيد. هنسمع الأغلى من عينية. تمام. Thank you.
لكن بعدك طال بعدك طال. يديك العافية عمار، شكرا للفرقة الموسيقية المصاحبة لم تحتونا اليوم في بداية هذه الأمسية محمد، ودائما ما نبدأ بتغيير الأجواء إلى أجواء أجمل بالتأكيد. نعم، والأجواء الجميلة حتكون حاضرة بقوة في هذه الحلقة من هلال رمضان. عمر محي الدين ومازن صلاح حامين بكل تأكيد أسماء معروفة للجميع، وقدمت العديد من البرامج الجميلة والبرامج الممتعة والبرامج التي تعد الأكثر نجاحا في الإذاعات السودانية بكل تأكيد. لكن يعني خلينا وئام نبدأ قصة الحب من بدايتها، واحدة من أجمل قصص الحب تلك التي تجمع بين المذيع والمايكروفون. عمر محي الدين، بداية قصة الحب وبداية دخول عمر محي الدين للإذاعة، ومتى تكون داخل عمر محي الدين الإنسان عمر محي الدين المذيع؟ أهلا بكم مرة ثانية، ودائما الصوت في الأدب وفي المعرفة وفي التاريخ الإنساني هو مقدم على النظر، ودائما الكلمة كانت هي الأولى، الكلمة هي المولى عز وجل، الكلمة هي الله منذ نشأة الخليقة. ومع هذه المنطلقات بدأت رحلة الصوت كمعبر إنساني عن طبيعة الإنسان. بالنسبة لي أنا يعني منذ طفولتي الأولى منذ نشأتي كنت أحب الراديو والإذاعة، ما بقول ميول فطري إنما هو ميول مكتسب. أنا نشيت في أسرة، والدي صحفي كاتب صاحب قلم، وجدت في منزلنا مكتبة كبيرة للكتب والأدب، وجدت راديو كبير كانت إذاعة البي بي سي وصوت العرب دائما في بيتنا مفتوحة. فيعني ميديل شربا وأنا طفل بحب الاستماع للراديو. وأذكر جيد أنه كنت صغير يعني في عمر 7 سنين 8 سنين، بجي بفتح الراديو القديم الغطاء وخشب، بحاول استكشف انه الراديو ده جواه في شنو. افتح الصندوق اكتشف انه في مجموعه من الترانسات، ما في شخص بيتكلم. فكان دائما خيالي مشدوه انه ما خلف هذا الجهاز ماذا يكون. من هنا بدا حبي الاول للراديو، وما تمنيت يعني لا اذكر على امتداد سنوات عمري اني كنت اتمنى غير ان انا اكون صوت يخرج من هذا الجهاز فقط. هذه كانت جل وغايه امنيتي في الحياه. نعم بالتأكيد، ممكن من الأمنية الكبيرة أنك تكون أنت الصوت الطالع من الجهاز اللي قدامك كان غريب جدا مو مفهوم. نازين ممكن يعني عمر كان شايف أنه الجهاز ده الزول ده الصوت ده طالع من وين. بالتأكيد الحلم بيبدأ بفكرة بسيطة، وبعد ذاك بينمو بحب الممارسة، بيصبح بعد ذاك مازن هو الصوت اللي بيبدأ بكل مواطن سوداني يومه. نعم. الحب بتاع أنه تكون أنت إذاعي وحب الإذاعة السودانية بدك؟ والله المسألة دي يعني هي قديمة من المرحلة يمكن الابتدائية، كويس كان في يعني في شغف بتاع انك تقدمي الفترة بتاعت طابور الصباح والجمعية الأدبية. المسألة دي هسي بتاعت الجمعية الأدبية دي ما موجودة في المدارس، يعني حتى الواحد حس بانه زي ما قال الأستاذ عمر يعني كان في بيئة فيها إعلاميين. يعني أنا قمت في بيئة العائلة يمكن فيها صحفيين، من ضمنهم الصحفي المرحوم محمد يوسف عبد الرحمن من الصحفيين الكبار يعني ربنا يرحمه ويغفر له. المسألة دي قامت معي من الابتدائي، فبيجي أستاذ اللغة العربية في الفصل بيقول يا جماعة عليكم بكرة التقديم بتاع طابور الصباح. فبدون ما أشعر الواحد بيلقى نفسه هو يتصدى للمهمة دي، يعني تحس إنه في روح بتاعت مذيع جواك هي بتتحرك يا دوب قايمة، فبتصارع في إنه هي تطلع. فدي بتكون السبب بيخليك إنك تتصدي لإنك تقدمي طابور الصباح. طمعت شوية بقيت أقدم طابور الصباح بتاع الفصول الثانية، يا سلام، لأنه حاسس إن الحاجة اللي عملتها امبارح ما مفروض تكون بالشكل ده، حقوم أتم بكرة. فدي عملت مشاكل طبعا في المدرسة. فكل ما تمشي السنوات في المرحلة الابتدائية كل ما الحاجة دي كبرت معاك بدأت تتشكل بشكل الصحيح والمرتب في المسألة بتاعت الجمعية الأدبية.
نعم. الجمعية الأدبية دي كان نشاط ثقافي بالمسا في كل خميس، بتجي المدرسة زي ما ياها، زي ما المدرسة بتجي الصباح، لكن بيجوا المسا مع أهلهم وأسرهم وعائلاتهم والجيران والصحبان والمعارف. نعم. فالمدرسة بيكون شكل مختلف. صحيح. يوم الخميس جمهور أوسع طبعا. نعم. فطابور الصباح هو لدانا القوة من التجيف قدام الناس، بتقدم الحاجات التقديم القديم بتاع المدارس الابتدائية، يعني حكمة الصباح، معارف فلان الفلاني، حديث نبوي شريف قال كذا. نعم. فكل ما تمر عليك شهرين ثلاثة بتحاول تجدد. فالمسألة دي لكن طلوع المسرح في حد ذاته في الآونة دي كان صعب، يعني كانت الناس لا أمشي أنت ما حأمشي أنا، كانت حاجة مرعبة أن أنت تقابل الجمهور ده كله. لا هو الرعب وين؟ الرعب في أنك تطلع قدام أخوانك. أيوة. صح. أو قدام زملائك في طابور الصباح، فلأنه في ناس مرغبين. كان عندنا الأستاذ حسن حسين مدير المدرسة، ده من أصعب المعلمين، أي خطأ محسوب عليك، يعني ما فيش لعب، عاوز تقدم تقديم إذاعي، تقديم إذاعي صح بطريقته الصح. ف يعني خلاف كده السماع الكثير بتاع الرياضي ومين تقايم صح ولت فينا أو حرك فينا الإحساس بتاع المذيع. فالمسألة دي سبناها معانا لحد ما مشت معانا. صحيح. ومشت بأجمل طريقة ممكن. نعم. طيب عمار فرنسي، موهبة الغنى، شفت أنت بنفسك كنت بتدندن مع الأصحاب ولا القصة بدت كيف؟ ومنو الأشار ليك قال لك لا عمار أنت ممكن يعني من أستاذ لغة فرنسية تتحول لمغني ناجح؟ والله يا أخي البيئة، يعني أنا عشت في بيئة مصويفة وبدأت أساساً مديح، يعني يعني من البداية كده من أنا صغير أسمع النوبة وإيقاع النوبة والبطار كده، فتشكرت فينا حاجات كثيرة فنياً يعني، فبدأت مديح وبعد ذاك انطلقت يعني من المدارس للجامعات واتجهت لاتجاه الغناء، لكن من أنا صغير الموهبة موجودة يعني. كنت بأزن وبمدح حاجات كثيرة كده. بيقولوا أحياناً الانتقال من المديح للغنى في فروقات كبيرة ما بين المديح والغنى، وفي حاجات كثيرة مختلفة في التونات الإيقاع. الانتقالة دي كانت بالنسبة لعمار هي انتقالة أضافت له ولا كان صعب خوض التجربة فيه؟ هي بالعكس، المديح أصعب دائما بيكون من الغنى، لأنه ما مرتب، أنت بتمدح بإحساسك. نعم. ومن غير مصاحبة آلات موسيقية، هو الطار الإيقاع فقط، فبتحاول تجتهد عشان تسمع صوتك للناس كلها وتبذل كل ما تملك من طاقة، وعشان يعني تستخدم كل إمكانات الصوتية عشان تقدر تطرب في نفس الوقت تسمع وتوصل. والمديح كمان أصعب لأنه فيه روحانيات، يعني أنت لو ما كنت يعني متشبع بالحاجة ما بتنقول للناس بطريقة جميلة وتخش القلوب. يعني المقولة اللي بتقول إنه اللي بيبدأ مادح ممكن يغني عادي، لكن اللي بيبدأ مغني صعب يتحول. أيوة صعب صراحة، صعب يعني. صعب جدا، لكن يعني على حسب بعد ذاك الموهبة. أنت في ناس تمتلك مواهب كبيرة شديد بيقدروا يعني ينتقلوا من هنا لهنا عادي يعني. نعم. صحيح. وعندك بتصغير انت بالتجارب والبروفات وغيره وكده يعني. نعم بالتأكيد. ممكن احنا يعني محمد من التجربة بتاعت من المديح للغنى احنا حابين طيبا بنطمع دايما. صحيح. في فنانين اللي بيجونا عمار احنا طماعين جدا، معروفين انا محمد خير، حتسمعنا شو؟ نسمع غنى ولا نسمع شنو حابب تسمعنا شو؟ نسمع قلب السراري. قلب السراري نسمع.
شاهيها يا حليلة هلا اشتهي شاهيها يا كل يوم بجيها يا حليلة هلا يا حليلة هلا الزمن فرقنا يا حليلة هلا اشتهيت فطور يا حليلة هلا اشتهيت فطور يا حليلة هلا كل يوم ازور يا حليلة هلا حليلة هلا يا ويا الزمن فرقنا يا حليلة هلا تحية لكل أهلنا اللي بعاد مننا. صحيح. تحية لكل أهلنا اللي طلعوا من يعني طلعوا من حياتنا عشان شنو يبنوا لنا حياة عشان يعملوا لنا كثير. نعم. عشان خاطرنا نحن وعشان يمكن المجتمع بيجي لهم ضيق شديد يا نعم.
يا وئام طلعوا عشان نحن نعيش حياة كريمة. تحية أيضا لكل من فارق أحد أعزته وأحبائه، ولكل من فقد والده أو والدته اللي هم عماد البيت، رحمة والمغفرة ليهم، ربنا يلم البعيدين ويجمع شمل الغائبين في أقرب وقت إن شاء الله. عودة لك من جديد سيد أحمد، وبالحديث عن التصميم والأزياء، ممكن أنت قلت أنها هي زي ما قلت صنعة العائلة، وقمت في بيت مليان بحب الأقمشة والابتكار، ولكن أول مرة أنت صممت حاجة كانت في عمر كم، وكيف الناس تقبلتها أو لاقتها؟ في 2001 صممت لبسة هي ما على الله وما باكستانية، يعني حاجة من على الله وحاجة من الباكستانية. فتقريبا من الوقت ذاك جات بعديها على الله الإسلام فيدي، واشتغلنا في البدلة الرجالية، اشتغلنا الكاجوال برضو في 2002-2003، دي أول حاجات أنا بديت عملتها. من 2003 لحد الوقت بقيت تاني شغال أفرنجي ونسائي. الفرق شنو الأفرنجي ده شنو بيقول لك؟ الأفرنجي ده البنطلون القميص البدلة. ده الأفرنجي. طيب التصاميم بتاعت البدل خلينا نقول يمكن اتطورت، يمكن زمان كان في شارلستون في البنطلون دائما كان شارلستون، حسي بقى البنطلون بيكون ضيق بيسموه كوباية يعني. فانت كيف واكبت الحاجة دي؟ هو بس الموضة القديمة بتتجدد تاني. يعني الشارلستون زمان ضيق ضيق من فوق واسع من تحت، الكوباية واسع من فوق وضيق من تحت. نحن ممكن نتوقع ولد شارلستون في شوارع ايوه تتوقع. حتى برضو حسب التصاميم الان اللي بنشوفهم عند الناس تصاميم اولد يعني بتكون قديمة. هي حسي بيقوا يلبسوها يعني. حتى الكاروهات دي زمان في السبعينات الستينيات والسبعينيات البنطلون الكوباية ده هو اساسا البوغي. زمان اسمه بوغي. السيارة اسمه شنو؟ بوغي. بوغلي. ايوه بوغي دي بوغي. في الستينيات في السبعينات كانت في حاجه دي كوبايه اسمه البوغي. ايوه يعني نحن حنشهد الشارلستون. عوده الشعر الافرو من جديد. الافرو هو ظهر الشعر الافرو في كل شوارع موضه جديده. ايوه بالتاكيد. ممكن انا حابه اجيك من جديد اسلام، وبالحديث عن عوده الموضه وتجددها، ممكن في العمم والجلاليب انا يعني اعتقد انه هي ما في عوده موضه. احنا زمان عندنا الابيض الناصع، واعتقد للان ممكن جلابيه العقد دي ما ينفع يدخله فيها اي حاجه بسهوله، وما اي زلمه بيتقبل العقودات والمناسبات الكبيره. ولكن شاهدنا الشباب عكس الاهل الكبار، نلقى التطريز الناعم على الملفحه وعلى العمه. لاحظنا وشاهدنا ممكن على السوشيال ميديا كثير من العرسان يا صيف ان هم يعني بيدخلوا كريستال داخل الشغل شك. ايوه التفاصيل الجديده دخلت في المناسبات. يعني زمان انت لو ماشي مع ابوك عقد ولبست رجلي الابيض ملون حيقول لك انت ما حتمشي معي بالشكل. ايوه ما تضحك فيني الناس. ما تضحك فيني الناس، دي مناسبه رسميه وما فيها هزار. الى الان في عرسان لحد اخر لحظه بيخلوهم يغير يلبسوا الابيض الكامل. ايوه عدم المواكبه لبعض الناس شايفه انه لا، في مناسبات هي حتفضل ثوابت ولن تتغير. يلا احنا اذا جينا للعقد الاساسي لحظه العقد ذاتها جلابيه العقد هي ما تغيرت لحد الان، عندها هيبتها ومرتبها. الجلابيه البيضاء هي الجلابيه البيضاء. بس التغيير بيكون في الملفحة اللي تلابسها او العمه اللي فيها في الديزاين بتاع العمه ذاته. زمان كان الديزاين بتاع العمم والشالات خط كده تحسيه زي الخط المعمول بالبوهية او اللون كده او خطوط كده خفيفه. ايوه فهسي يعني الشباب السوداني يطلع والناس بقت يعني تشوف في السوشيال ميديا وتشوف في 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 في, في التلفزيون ان في يعني في فاشن ديزاينر فبيصمم حاجات جديده، بيشوفوا حاجات بيعملوا حاجات جديده، فالناس بقت تحب انه تغير من الحاجات التقليديه القديمه دي. فيعني ما ممكن انا اكون لابس لي حاجه عاديه جدا جدا ما ملفته للنظر، فلازم العريس يكون يعني لابس حاجه جديده، حاجة جميلة، حاجة مثلا يعني تكون ملفتة. يعني أسي مثلا عندنا يعني أسي الموضة الحاصلة هسي عندنا زي طقوم العمم والشالات الهسي دي الموجودة أمامنا، يعني عندنا درجة الألوان ذاتها اختلفت عن الألوان الزمان. في لون على بينك كده وبلو وأورنج وأخضر. أيوة. 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 أيوة.
زمان كان اسود وبني اسلام، بس اسود وبني وكبدي، الكبدي الباهي ده ذاته ما يعني ده كان الكبدي الباهي زمان بيقولوا ده توب. ايوه زمان كان حيقولوا ده توب، ما حنلبس الحاجه دي. ايوه فعلا، حتى الابو ذاته ممكن يطرد الولد من لو لبس لون زي ده. المناسبه تقبل كبير جدا. أيوة. برضو يا اسلام، نحن لو اتكلمنا عن تفاصيل العقد، حاسه حاليا نحن بنشهد في يعني حاجات تخيله برضو. أيوة. على على التفاصيل الدقيقه والتقاليد. أيوة. السودانيه. أيوة. بنلقى انه العريس لابس زي عباية سعودية. أيوة. عباية سعودية. أيوة. كده مطرزة. أيوة. هي ما تقاليد السودان صراحة. ما تقاليد. أيوة. ولكن عمانية. أيوة بالضبط كده، يمكن هي مستوحى. أيوة. من 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 بلدان. أيوة. العالم الثاني. أيوة. أيوة. فالحاجة دي بقت دخيلة على المجتمع السوداني، ولكن في طلب كبير جدا من العرسان للحاجة. أيوة. دي وبيظهر بشكل كبير جدا العريس اللي بيكون لابس. أيوة. الحاجة دي بيكون مميز. يعني حاجة بتميز العريس من باقي الناس. يعني ممكن العريس يعني الحاجة ظهرت لأن العريس ممكن يكون خاش العقد أو خاش الحتة اللي فيها العقد المناسبة. فما بكون ظاهر يعني، حتى في ناس بكونوا بعرفوا العريس بيكونوا جايين ضيوف ل. أيوة. لأبوه أو لخاله أو لعمه أو كده أو كده، يقعد يفتش في الحنة. أيوة. فالناس بقت تميل إنه العريس لازم يلبس لي حاجة ملفتة أو حاجة غير من الناس اللي لابسينها. فممكن أنا ألبس عمة وشال يعني بالألوان غريبة، ممكن يجي زول تاني عالي لابسهم، فالعريس لازم يتميز بحاجة تانية. فبقت العباية دي العباية المطرزة. أو في البداية هي بدت يعني ك السديري. في البداية الحاجة كان السديري عادي. السديري بتاع أهلنا في الشرك ديل. تاني أضافوا عليه السديري ذاته يطرز بالجنبات هنا أو كريكامة كده نازلة. بعد شوية الناس بقت تلبس السديري عادي مع العريس. فبعد شوية العريس بقى بيلبس العباية الكاملة. أيوة. بتكون مطرزة كاملة اللي هي الثقافة العمانية. فبقت حاجة جميلة وحاجة. نعم. ظريفة. لكن طبعا السودانيين الحاجة الدخيلة عليهم ما بتستمر مسافة طويلة، فبتتغير كبير. ما زي حاجة حقتنا الأساسية. السديري هو السديري الناس لابسينه من زمان، حتى بيلبسوا تاني هو ذاته بيلف بيجي بلون تاني بفكرة تانية. السديري هو السديري. نعم. ولكن إسلام يعني زمان كنا بنشوف التميز في العريس، الناس كلها بتمشي باللون الأبيض واحد، العريس هو بيكون مميز زي ما قلت. الناس بقت بتنافس. أيوة. في المناسبات. أيوة. هل بيجيك يعني هل جاك قبل كده زبون أو عريس خاصة لأن هم اللي بيهتموا أكثر؟ أيوة. وأصحاب العريس. أيوة. قال لك يا أخي أنا عندي تصميم في بالي أنا. أيوة. عايز أعمله. أيوة. بتنفذه ليه؟ فالعريس بيجي بعض مرات بيقول أنا عايز مثلا تصميم للعقد وكم تصميم للحنن. صحيح. حقتي يعني عايز العرلة بتاعتي تكون مثلا يعني لون ليموني. تصميم لون مختلف. أيوة. العرلة بتاعتي بتلبس في حنة. أيوة. ليمون. في الحنة بتاعت العريس. بيلبس لون ليموني. طيب اللون الليموني ده لما أنا أكون يعني لو بشرتي يعني مثلا دارك سكين يعني أو أيوة. يعني غامقة. أيوة. كيف بيكون اللون بيكون كده غريب شوية؟ الليموني الرجالي. ما الليموني الشايني بتاع البنات، الليموني. الليموني ذاك ممكن نقول ليموني على زيتي. ليموني لايت كده. ليموني على زيتي كده. يعني ممكن الليموني ده بينفع مع اللايت سكين أكتر أو البشرة الفاتحة. أيوة. أكتر. أيوة. زي أحمد ده ممكن ده ينفع معك. لكن إحنا ما ينفع معك. طيب لو جاك العريس ده وقال لك أنا عايز اللون ده يا إسلام وعمل لي بيت، بتشور عليه بلون تاني؟ والله على حسب بشرته بتحدد. في ناس بقول لك إلا ده، في ناس بصممها بس إلا مثلا داير اللون لأنه عاجبني وكده 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 وكده. فبحاول يعني أتكلم معاه يعني البيئة اللي هو جاي منها أو العريس بتاعه هيعمل وين. هل مثلا إذا حتعمل في الخرطوم هنا ممكن تلبس اللون ده عادي. مثلا حتعمل في الجزيرة ولا بيطردوك الناس والله بيدقوك. فما في داعي تجازف بنفسك وتجازف بحياتك. يعني التحية لهذا في الولايات. أيوة. تعملوا انترفيو قبل ما تصمم. أيوة. أيوة. الحاجة صح؟ شكله فيه ماشي وين؟ جاي مين؟ أيوة. صحيح. حتى المناطق في الخرطوم بتختلف. أيوة بتختلف. طبعا بتختلف. أنت ماشي العرس ده وين صح؟ أيوة فعلا. أنت تكون لابس الحاجة دي. صحيح. ممكن احنا حابين نمشي لمدام عفاف واختلاف المناسبات اللي بنتحدث عنه. زمان أم العروس وأم العريس بيلبسوا التواتر، يعني كان عندنا عيب تقول لك أنا مرة في سني ما بتلبس حرير وما بتلبس حاجة خفيفة. والعروس ذاتها كانت في جيرتيقة بتلبس الأحمر ومعروفة ألوان حاجة. الأمور اختلطت، بقت أم العروس بتنافس العروس، والعروس ذاتها بتلقيها في جيرتيقة ممكن لابسة أصفر لابسة أخضر. التغيير اللي حصل ده هل هو كان سبب من أسباب أفكار المصممات ولا إحنا اللي بقت الزباين بيجوكم أوريدي عندهم أفكار جديدة متبنة؟ والله هو من الاثنين. في ناس عندهم الأفكار اللي إنه هما يعني يغيروا من الشيء التقليدي زي ما أنت قلتي توبجرتك كان معروف أحمر بالذهبي باختلاف درجات الأحمر. ليه؟ لأنه الجدلة كانت بالذهبي، ف
فخلاص طقيمه مع الثوب الاحمر كان ثابت ذاته العرفي بتاع تغليد الجلد الاحمر. ايوه حتى الكوشه اللي وراها ممكن تكون برضو احمر بالذهبي وكده. صحيح. الكوش اختلفت, الجدل ذاته بقت تيجان واكسسوارات بالريمبو بالالوان المختلفه ودخلت فيها الوان مختلفه. بعد ذاك خشت الالوان بتاعت الثياب المختلفه. العروس ذاته بقت عايزه تتميز. ليه؟ لانه زي ما انت قلتي بقى كل الناس في المناسبه عايزين يلبسوا ثياب مميزه. ممكن تفوها. فهي عايزه تتميز, بس بقى التميز في العروس بالكتره. تتميز اكثر حاجه من ثوبها يكون ملان شديد, لكن ما زال الاحمر بالذهبي عنده هيبه. ايوه لكن دي ما مشكله كبيره المعازيم ده. طيب جو احسن من العروسه دي, دي بتحصل مصيبه بالذات في وسط النساء. يعني انت زي ما ذكرتي يا وئام قلتي ان ام العروس بتنافس العروس ذاتها. حسي يا اسلام ويا سيد احمد انت بتنافس الوالد؟ لا طبعا صعب شويه. شفت يعني احنا مجتمعنا كيف؟ أيوه. احنا برادة مجتمعنا بسيط جدا. لا احنا النساء عندنا تفاصيل كثيره, بالعكس بنلبس زي بعض كمان. لا احنا عندنا تفاصيل. نعم بالتاكيد. لكن هي ممكن العروس زادة تكون بتفتش لامها على توب قبل ما تفتش توبه هي زادة. يقول لك انا عايزه التصميم ده لامي, انا عايزه امي اليوم ده تكون لابسه كده. هي العروس بتقول لك انا عايزه لامي. ام العروس زمان بتجيك بتقول لك والله يا بنتي عايزه شغل حلو على توتل وما يكون كثير. الحاجه اللي ما يكون كثير دي ما يكون كثير, لو كثير ما حلبسه كده. ادوك التهديدات تحت الامهات ان لو كده ما حلبسه. فحاليهم العروس لما تجي بيجي الطلبات مختلفه, وما العروس بتطلب الوان غريبه وشغل. امهات العروسات ذاتهم بيجوا صغار, ما زي امهات العروسات الزمان بصراحه. يعني اصغر. اي فالواحده بتجي تقول لك انا ام عروس, لو قلت لك انا اخذ الكبيره ممكن تصدقي. فبتحسي انها من حقها لسه انها تلبس وتتميز وكده. بعد ده كله ما كانت درجه قرابتك بالسيده المناسبه كبيره وقويه, من حقك انك تلبسي الحاجه المميزه والبصمه اللي بتميزك عن باقي الناس. صح. طيب احنا برضه حننتقل لسعد عبد, برضه عاوزين نعرف هل يعني مكان الحفله او الحفله بتحدد لك ان انت تلبس شنو بالضبط, ولا بتلبس على حسب يعني الحاجه اللي انت عايزها؟ والله مرات الحفله بتحدد لك طبعا. بتحدد لك في غنى, في ناس بيكون طالبين انك تغني غنى سيره. تلبس لانهم دارين يعرضوا يعني ما ممكن تجي. يعني العرض دي بتلبس لها جلابيه. جلابيه على الله. طيب الغنى الثاني ممكن تلبس بدله, يعني ما ممكن بدلة. تلبس بدله وتغني سيره. بغني ما فيها حاجه. لكن بقصد لك انت يعني في احساسك بيكون اجمل لما تكون لابسه زي البلدي. انت بتغني في السيره وكده. طيب الوقت كيف؟ مثلا لو حفله بالليل بتلبس شنو, حفله بالنهار ممكن تلبس شنو؟ والله طبعا بالنهار ده اللبس بيختلف من بالليل يعني, لان في 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 الوان بتاعت سهره انت بتلبسها بتتناسق مع مع الاضاءه وكده. لكن بالنهار بتلبس الوان عاديه يعني. الطاهر لكن في اتهام موجه للفنانين انه في بعض الفنانين لو الحفله في صاله بيلبسوا بيكشروا بيعملوا او تفت فظيعه. ايوه. لو في البيت بيقول لك والله الفنان جانا بأقرب قميص وبنطلون. انا شايف انه الفنان ده مفترض يلبس فيه حتى يعني. لازم تلبس يعني. ما تفرق بين الصاله وبين لان الناس بتشوفك. الصاله دي شفنا الفنانين بيسوقوا معاهم فوتوغرافيين عاديين يا طاهر. ده نوع من الاعلام. وليه ما بيتصوروا في الصيوانات؟ يعني في ناس بيشوفوها حقاره صراحه. واحد من الناس بيحب يشتغل في الصيوان وبيستمتع جدا لما يلقى الناس في الصيوان يعني. هو عرس البيت ما في احنا في من اياها عاداتنا وتقاليدنا. اكيد بتأكيد اكيد يا اكيد اكيد. نحن برضه عاوزين نسمع ولسه طماعين ان احنا نسمع منك. نسمع حقيبه والنظره. نرجع لعاداتنا وتقاليدنا يعني. نعم. نسمع.
هذا الإبداع الجميل. حقيقة سكتنا معك لأجواء جميلة جدا. شكرا والله. شكرا للفرقة الموسيقية المصاحبة لنا في هذا اليوم. محمد ممكن يعني قبل ما نمشي ونستمتع بهذا الجمال كنا نتحدث عن أنه الكل يستطيع أن يبدح حلمه ولكن البقاء لمن هو أفضل وأن صحيح. تكون مستمر في نفس التطور وكمان لا. أنك ما تنزل من الدرجة اللي أنت بتصل لها ده شيء صعب جدا. صحيح نشوف ضيوفنا الأعزاء وهم قادرين يصنعوا مسيرة ممتدة لسنوات طويلة جدا وحافظوا فيها على نفس المستوى. عمر محي الدين يعني زي ما قلت قبل شوية المذيع دائما في حالة اختبار دائما هو في امتحان أمام نفسه أمام المستمع إنه دائما لازم يحافظ على مستواه مهما كانت عنده خبرات ومهما كانت عنده إمكانيات ولكن دائما هو أمام تحدي إنه يكون مقنع بشكل كبير جدا بالنسبة لمن يتابعه ولمن يستمع إليه ولمن وضع فيه الثقة وأدار المؤشر على الإذاعة اللي هو بنتمي لها. كيف قدر عمر محي الدين طوال هذه المسيرة الطويلة إنه يحافظ على هذه الثقة ويحافظ على مسافة الأمان والإطمئنان الموجودة ما بينه وما بين المستمع؟ طموح نعلل نفسي بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أنت أصلا ما لم تكن عندك أحلام ممتدة ولازم تزعى عشان تلقاها ما لم تكون متوفر الثقة في نفسك. نعم أنا دخلت حوش مدرمان متلصص زي ما قال مازن لك مكان. أنا الآن مدير لإذاعة بأطمح أكون مدير المدير العام للهيئة السودانية لإذاعة التلفزيون لما لا يعني ما خلاص هي في النهاية الفرضية الأولى. إحنا الآن ندرب طلبة في الإعلام في الجامعات وفي المراكز التدريب ونقول دائما إنه لغة الإذاعة ولغة الكاميرا والتلفزيون هي البراكتس أند بروجريس دي القاعدة الأساسية ممارسة وتعلم ممارسة وتقدم كل ما أنت خط غمار تجربة جديدة ما لم تكون متجدد الدماء متجدد الفكرة متجدد الاطلاع متجدد الثقافة ما لم تكون مواكب يعني لا تستطيع الصمود. قبل أخوتنا قالت أنت يعني الميكروفون يلفظك يصدك إذا كنت أنت لا تمتلك زي ما قال مازي إذا كنت لا تمتلك مقومات الميكروفون فهو يطردك تلغائيا. كثير جو معانا كثير حاولوا يكونوا عمار ده الآن هو مطرب جميل. كم من شخص الآن قدام هذه الشاشة بتمنى يكون مذيع أو مقدم برامج؟ كم من شخص قدام الشاشة بتمنى يكون هو فنان؟ لكن ما لم تمتلك أدوات الفنان الصوت صحيح. هو هبة نعم. ربانية رغم أنه الآن ما عاد الصوت في مدارس الإعلام الحديثة صحيح. هو مقوم أساسي بقدر ما هي لغة الحضور والثقافة والاطلاع. فأنت تتمنى تبقى فنان تمسك الميكروفون مع الفرقة الموسيقية تغني نشاذ. تتمنى تبقى مذيع ما تمتلك أدوات المذيع لا تستطيع أن تتجدد. قلت يا محمد الشغلة دائما تحدي ورا تحدي التحدي صحيح. يخلق طموحك في المقام الأول. لغة استمراريتك هي كالنهر الجاري ما لم تزود بالثقافة والمعرفة والاطلاع اليومي والمتابعة فإنت أكيد ترسب ولا نعم. تستطيع الوصول ولا تستطيع أنك تقدم نعم. ما يغنع خصوصا الراديو. الراديو يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة الأذن تحشق وقبل العين أحيانا فالراديو ما زي الكاميرا نعم. دائما إحنا نقول الكاميرا اللي قدامنا دي الآن يعني هي 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 هي, هي مدرسة الواقع المشاهد بتواتر العين والالتصاق البصري. يعني الليلة تشوفني في التلفزيون إن كنت قبيح إن كنت جميل إن كنت دميم إن كنت نعم. أي شيء أي كائن فإنت الناس الآن بيشوفك الليلة بكرة بعد بكرة بتبقى نعم. عادي بيقلفوك عادي نعم. الراديو لا تستطيع فعل هذا الشيء صح. ما لم تمتلك ذمام القلب والسمع وتفتح بصيرة الإنسان بقلبه من خلال واللغة دائما الصوت هو المقدم يعني في كل الأزمان الصوت صحيح. هو المقدم نعم. على النظر. والإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال يعني المرء مخبوء عند لسانه تحدثوا تعرفوا وكثير في الأثر نعم. مذكور فالإذاعة صعبة الأدوات والمراس. ندرب الطلبة دائما إنه كل مذيع إذاعة قابل إنه يكون مذيع تلفزيون ناجح والعكس ما صحيح صحيح نعم. صحيح كل مذيع أو مقدم تلفزيون لا يستطيع الولوج للإذاعة. التجارب الآن أثبتت إنه كل من بدأ من خلال الراديو هو كان يعني ما بنقول الأجود ربما مذيع تلفزيون يكون جيد نعم. وممتاز لكن كان هو في درجة متقدمة صحيح. في لغة الإعلاميين عن البيج نعم. وبالعكس وفي الكثير يعني من التجارب الحية والواقعية الموجودة إن محمد الآن. التجديد نعم.
التجديد هو الممارسه هو الاطلاع هو الثقافه. ديمومه النهر هي الاستمرار بالاطلاع المستمر والطموح مشروع. وبالذات احنا في مجال وئام التطور مشروع يوميا. نعم بالتاكيد. بالحديث عن التطور اليومي استاذ مازن، حابه اجيك لنقطه مهمه. يعني البدايه كانت ممكن نقول كانت عايزه كثير من المقامره والجراءه فانك تثبت نفسك، ولكن اصبحت انت المؤشر الصباحي للمواطن السوداني. ممكن كل او الاغلبيه الشعب السوداني بيبدا صباحه بصوتك وبالاخبار، وممكن موسيقى ملازمه لك من تبدا الناس تعرف انه خلاص الساعه كم وحاليا المفروض الناس تتحرك على مكان عملها. انك تكون انت مالك مود نص الشعب السوداني وكل اجواء خلال اليوم حاجه صعبه جدا بالرغم من وجود مشاكلك اليوميه وجود ضغوطاتك، كيف قادر تسيطر ان انت ترسل رساله الحب والهدوء والاسترخاء خلال اليوم للمواطن السوداني كل يوم بنفس الجوده بنفس الزمان وبنفس المكان تقدم لهم كل الحب؟ نعم، المساله دي يعني المحافظه على ناسك بعد الفتره الصباحيه. المساله ما شاء الله ما ناسك هو الشعب السوداني كله. صح. المساله دي كلمتين اتقالت في محاضره قد يكون الطلبه مشوا يعني خلاص كلمه مرد عليهم عادي في المحاضره. طبعا الطلبه بس عاوزين الموضوع يخلص ويطلعوا طوالي. لا، فالاستاذ علي الريح الصديق في محاضره في اكاديميه السودان لعلوم الاتصال فماشي كويس يعني بيشرح للجماعه وكذا وكذا، وقام قال يا اخي اما بعدين استماله المستمعين هي كذا وماشي في الموضوع يعني طوالي في الدفتر كتبت استمالة المستمعين. أنا عندي وقفة في الكلمتين دينا. شوف الواحد لو ما كان في حالة بتاع التفكير طوالي وأسئلة بينك وبين نفسك بعدين تمشي تقولها للمحاضرة وتقولها للأستاذ بتاعك ما ينفعش في الإعلام ما تحضر وتمشي ساي. فالمحاضرة خلصت أنا جايك لحتة إنك تحافظي على المستمعين بتاعينك لفترة طويلة أكثر من 14 سنة وقد يكون قابل للزيادة مثلا. نعم. يومياً عدد زايد من الصباح نحن بنزعر بالمسألة دي يا أستاذنا يا أخي. أنت قبيل في المحاضرة قلت يا أخي استمارة المستعين أشرح لي الكلمتين دي شنو. دي كانت محاضرة جوا المكتب يعني سبحان الله أنا حاجاته كلها جوا المكاتب. كل المسائل بتاعة خطوات النجاح بدأ لحد جوا الجامعة ولحد ما برا جوا المكاتب لأنه حاجة مغلقة أنت بتاخد راحتك بتسأل زي ما عاوز لأنه عايز استفيد. الواحد خلق لكي يكون إعلاميا أو مذيع يعني زي ما يقول. طيب استماعة المستمعين دي شنو؟ قال يا أخي أنت كيف تحافظ على المجموعة اللي بتسمعك؟ كيف؟ طيب يا أستاذ أنا حافظ عليهم كيف؟ أنا عندي مجموعة عاوز أحافظ عليها بكرة عاوز أزيد. شرح لي كيف المسألة دي تحافظ عليه وكيف تزيد؟ طوال تطبيق عملي في الميكروفون ما في زمن. انت عاوز تمشي عملت حاجه الليله حقت بكره افضل من حقت امبارح. صحيح. كيف؟ بالاطلاع بالمجهود بالقرايه بالتفكير المستمر. بالمناسبه المذيع يعني قد يكون في حاله بتاعت توهاني يومي منفصل من الناس. نعم. في حاله بتاعت تفكير يومي يا اخي انا بكره شغال اطلع كيف؟ الشكل اللي حطلع به بالصباح على الراديو كيف؟ ما انت بترتب حالك كويس يعني انت ما خلاص انا والله بكره شغال في الاذاعه عارف انا عندي شنو عندي 1 2 3 ماشي اعملهم وانوم على كده. لا بتفكر ما انا امبارح طليت سمعيا على الناس بشكل معين بتفاصيل باداء معين يا اخي بعد بكره المساله دي هل حتكون بنفس حقه امبارح؟ لا بشكل جديد. استمارة المستمعين يعني شنو؟ يعني زول بيسمع فيك الصباح في حاجة ما عجبته بمنتهى البساطة حول الموجة لمكان تاني. صح يا أخي أنا ما عاوزك تحول الموجة لمكان تاني أنا عاوزك تكون معي عشان أنت تكون معي عاوز مجهود كبير جدا. صح. منك أنت يعني جودة في الأداء الإذاعي دي بتميزك من المذيع من مطرب فنان الآن فنان جميل عمار تكون مطرب مغني مؤدي طبعا لا تستطيع جد طبعا والأهم انه هو يحس انه هو رفيقك وصديقك الداعم يجي يسأل عنك ما هو المقياس الحقيقي بتاع المذيع الناجح هو المذيعين دي انا عندي تصنيفات. نعم. ما في المذيع وفي المذيع العادي وفي في المذيع المختلف
نعم ده متميز من باقي الجماعه دي كلها. اللي بيميزه شنو من باقي اخوانه يعني؟ ما كلنا مذيعين يعني. صحيح. لكن بيبقى صحيح. الاختلاف وين؟ اكيد في الاداء نكهتك الخاصه يا مازن. الاداء الاذاعي ده بيميزك بين انه ده مذيع او ما مذيع. مازن الان انا انت الان زميلي ميكروفون، انا يمكن شغال راديو 25 سنه، انت قد تقارب قد تنقص شويه. انا ما اعرف هل الاحساس اللي بنتابني هو بنتابك. التحدث امام الميكروفون لا يقلد. صحيح. يعني انت لو ادوك نشره برا اقول لك اقراها، او هسه اقول لك قدم برنامج الرياض الصباح في الاذاعه الرياضيه، يبدو لي انا هل تشاركني؟ انا ما بعرف اقدم رادي الا قدام الميكروفون. صح. يعني لا استطيع. نعم. لو قال لي لا امثل الاذاعه في 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 الواقع الحي. صح. ما حتقدر. لا استطيع. نعم. ما بقدر. يتغمسك الميكروفون في شخص. نعم. جديد. صح. كانك انت لما تقفل باب الاستوديو تنسى. أوه. كل مشاغلك وهمومك وارتباطاتك الشخصيه وتفصل عوالمك كلها. نعم. فقط انت امام ميكروفون. صح. انت امام مستمع. نعم. يتلقى منك. نعم. لا يقلد هذا الامر. تتفق معي؟ اتفق معك تماما. لانه لو قالوا لا امثل الراديو قدام الكاميرا دي الناس ما حتقدر بشكل ما نكون نفسنا يحلم بينا. صحيح. يا محمد يعني قبل ما ننتقل، الزميل مازن كان هو الرفيق الدائم في مشوار الجامعه بالنسبه لي. طواري مع الصباح. نعم. طيب عندنا مطبات كده لضيوفنا الاكارم الاجلاء والاعزاء والزملاء طبعا الجميلين جدا، عمر محي الدين ومازن صلاح امين. هنسمع اغنيه هسه من عمار فرنسي. دارين نعرف من عمر العمل الإداري، هل كبل عمر محي الدين المذيع؟ هل حد من إبداع عمر محي الدين المذيع؟ ومازن صلاح أمين يعني رغم كبير غير المسبوق الحدده في أخوال الصحف، هل برضو اضطرته في إطار معين بقى ما قادر يطلع منه؟ الإجابة حنسمعها، ولكن بعد نستمتع مع عمار فرنسي. حسمعنا هسه تمام. نسمع شفنا قمر بين الأزهار. يا سلام. الحياة القديمة برضو. يا سلام. نسمع شفنا جديد. تمام.
عمار اديك العافية. بالتأكيد محمد الليلة شفنا أقمار قمر واحد وشفنا أقمار هم بتلألؤوا في سماء الإعلام السوداني وهي أسماء واضعة بصمة بشكل كبير. نعم نماذج جميلة يحتذى بها بكل تأكيد لكل راغب في أنه يكون موجود ويسلك هذا المجال الممتع والصعب في نفس الوقت. عمار فرنسي ممكن تدندل لنا شوية كده بالفرنسي؟ والله يا أخي ممكن تدينا حاجة كده بالفرنسي عشان نبقى اسم على مسمى يا جماعة. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Regardez, je m'en vais au tombeau bleu va. Je m'en vais rechercher un autre roi. انت اكيد ما فهمت حاجه. ما انت حترجم. منتظرين انك انك تترجم. لا انا فاهمه بس يعني ما في داعي انا اوريكم انتم ما فاهمين. زي وزي يعني حاجات الحب يعني بيفتش ذول ويتفتش لفارس احلامه. ممكن تعمل غنية بالفرنسي؟ والله عملت لكن ما نزلتها لسه يعني. داير اعمل ميكس كده بين الفرنسي والعربي. بس اهم حاجه اكتب لي الترجمه لازم انا بتابع صح لازم صح. طيب عمر محي الدين الان مدير اذاعه البيت السوداني اف ام 100 هذه الاذاعه التي منذ تاسيسها لاقت نجاح كبير جدا. عندك الان مطبين صعبين انه عمر محي الدين الاداري هل اثر عليه عمر محي الدين المذيع والمهم الاصعب انك انت توليت منصب في اذاعه اساسا ناجحه وعندها نسبه استماع كبيره نعم جدا بإيجاز شديد. أنا من أنصار أنه الإذاع الشامل يتدرج في مواقع مختلفة تدريب يؤهل أنه يتولى مبادرة أو قيادة إدارة. أنا صراحة كنت أوعد نفسي يعني من زمن طويل ما خلاص أنا قبل قلتها من خلاص هذه الحلقة أنه الأحلام مشروعة والباب مفتوح وكنت أنا مذيع في البيت السوداني وبعيل يعني كرسي المدير دائما إنه أنا مفروض أكون قاعد هنا يوم من الأيام طبيعي يعني زي ما أنا بمشي الآن بشاهدنا أنا بمشي مكتب المدير العام بجتمع بكون أنا باي مجتمع مع الناس لكن برضو بعيل كرسي المدير العام لأني صحيح. بحلم إن يوم أنا أكون طالما أنا وهبت نفسي للرسالة الإعلامية إني لما لا أكون يعني الراس في هذا المكان حلم مشروع جدا فما أحلم مشروع والأحلام مشروعة بمنافسة شريفة صحيح. فأنا كنت أعد نفسي القصة هي توفيق ومثابرة واجتهاد وحضور ودائما عدالة المهنة عادة أحيانا تظلمك وحاين تعطيك صح. فأنا بفتكر نفسي نعم. من المحظوظين يعني بعد 25 سنة تدرج أتولى قيادة أو إدارة إذاعة نعم. ناجحة أنا بقول لمستمعي البيت السوداني الآن تحدينا خلال هذا الشهر شهر رمضان اللي هو أول انطلاقة لي حقيقية في الإدارة من خلال واقع دورة جديدة قبل قلنا زي البحر زي النهر تجديد فأنا بعد الآن خلال أيام الشهر المبارك إنه مستمع البيت السوداني يحظى ببرمجة مختلفة برمجة جديدة برمجة نوعية لا تتقاطع مع أهداف الإذاعة ورسالتها ولكنها جديدة ومراهن على نجاح ما خفت عمر المدير يخصم من عمر المدير نعم أبدا أنا هذه موهبتي نعم وما أحب إحنا لو خلنا ميكروفون نموت زي نعم. السمك فانا انا انا حريص انه الان انا المدير عندي كبير مذيعين وحي الزميل الاستاذ لميام متوكل لكن
تضعني في روتة المذيع في ورديات العادية صباح مساء ظهور من خلال البرامج، وأنا المدير أسيت أي وردية مناوبة في الإذاعة زي مذيع لأنه دي هوايتي وأنا عمدي أدعي الشيء. لا تقصم الإدارة. يعني بيقولوا عندنا في المثل السوداني ركب سرجين وجيع، وأنت شايل يعني إذاعة من قديم الزمان داخل السوق الرسول هنا أندرمان كلمة كبيرة ضهيب وركاب سرجين وقيع، إلا في هذا العمل طبيعته متكاملة لكل قاعدة شواذ وعندنا في العربي الشاذ لا يعني الشاذ لا يقاس عليه ولا يبنى عليه. فالتجربة دائما عند الإعلاميين هي تجربة الإدارة مختلفة. إحنا من أنصار الإذاعة الشامل إن شاء الله تجربة طيب. طبعا طريقة غير مباشرة خلينا نقول السيد المدير العام عمل ترويج بطريقة غير مباشرة لإذاعة البيت السوداني بيستحق الاستماع من الشعب السوداني. نحن برضو يعني عندنا برمجة مختلفة شكل طبعا شكل غير على مستوى الإذاعة الرياضية 104 في مجهود من قبل شهور إيد عمل لشهر رمضان المبارك ونحن نسي في أيامه الفضيلة فترات طويلة جدا بتاعت منوعات لكني داير زول عنده إمكانيات وقدرات بتاعت مذيع صحيح نعم وإن يعني كان يعني الاسمين ديل اسمين كبير في عالم الإذاعة السوداني سواء كان في 100 ولا الرياضية مروجين لنفسهم نعم إحنا حنروج لنفسنا بشكل أكبر لأن إحنا جبنا الصحين الكبار معنا إحنا أكيد حلقتكم لمحمد شرف على نهايتها وأنا قبل يعني مازن قال دائما هو المهندس صلاح طه من أخذ بيده أنا حابب هذا الشهر المبارك. طيب حنجي للبشمهندس صلاح طه بكل تأكيد اسم أثر فينا جميعا ولكن لازم نرجع لمازن والنقطة بتاعت أقوال الصحف فالنجاح غير مسبوق لك يا مازن ما حصرتك في الحتة دي مازن بعد كده ما قدر يطلع من لأنه بقى وجبة صباحية يومية لكل الشعب السوداني يعني حتى ذاته الارتباط بتاع الناس يعني سموها يعني قهوة الصباح صح. يعني عندنا واحد من قدام المستمعين للإذاعة المكاشفي محمد الخضر فقال يا أخي دي قهوة الصباح بقت خلاص ماشي على الناس يعني الواحد بقى 8 صباحا كانت 8 صباحا خلاص بقى زمن ثابت بتاع الصحافة عند الناس كلها. أعتقد غيابك مرفوض عند المستمعين. هو الفقرة دي بالذات مناسبة أنا يعني إذا الليلة في 10 أنفار مستمتعين بالفترة بتاعت الصباح دي أنا واحد من الناس الزعلان جدا بالمناسبة. زعلان جدا لأنه والفقرة دي أنا ظلمتني ظلم يعني كبير جدا. كويس؟ حصرتك. يعني مش خلاف إنه حصرتني. يعني خصمت من انا ما عندي برامج ثانيه صحيح عندي برامج منوعات عندي برامج حواريه عندي برامج تسجيليه موجوده عندي نشرات اخبار موجوده لكن اغوال الصحفيه يعني غطت على ال طبعا مجرد ما يقولوا يا اخي مثلا مازن صلاح امين مازن صلاح امين الاذاعه الرياضيه مطرب المذيعين مازن احنا كلنا ندير مؤشر المذيع الصباح على صحيح. يعني كل السودان تقريبا وخارج السودان يستمتعوا صباح بالرياضية بصوت مازن صلاح فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لكن كمان المسألة يعني لو ما في مجهود ما في حاجة طبعاً تجي ساكت يعني انت الليلة لما بتمشي تعمل اختبار بتاع الصوت في 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 الإذاعة الرياضية 104 ما خلاص نحكي بال قلنا يعني انت جواك ما في روح بتاع التحدي وروح بتاع عزيمة الناس اللي قدامك بأربعين سنة ويعني خبرة في مجال الإعلام على صوت السودان المرحلة دي وصلها كيف؟ ما وصلها ساي ما في مجهود بزل في الموضوع ده الليلة أنت بتجي تعمل اختبار صوت بيكون في الكنترول بغادي موجود عمر الجزلي صحيح اللي بيسمع فيك عشان بعدك يحدد هل أنت بتنفع مذيع أنا بتنفع مذيع موجودة فتحي إبراهيم موجود دكتور عبد المطلب الفحل موجودة الأستاذة فتحي إبراهيم ف أسماء كبيرة في الإعلام السوداني موجود الدكتور يوسف السماني هو خبير في مجال الإعلام سنوات طويلة في الإذاعة القومية فأنت عشان تقوم تقنع الجماعة ديل أنت مطلوب منك مناسبة بكل تأكيد عطاء مميز عطاء مميز يعني تأدي بشكل مختلف نعم. تماما يعني نعم بالتأكيد ممكن
في كامل الإبداع وفي حضرة الجمال اللي أنتم رسمتموه على سنين طويلة جدا. تميز مازن بجمع بين كل الشعب السوداني تحت راية الصباح. طبعا مناسبة يا أستاذ عمر يعني بقول سنين نعم. طويلة جدا يعني زي خلاص إحنا رجعنا قعدنا أنا بعتقد يا أستاذ مازن الشعبية بالعمل السنين السنين بوجودك داخل المواطن السوداني الموجود في الشارع. فأنتوا لو جينا على وجودكم داخل المواطن سنين لها مئات الأعوام يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى ذاته ما خلاص المسألة هي متجددة انت يعني استاذ عمر على مدار 25 عام في الميكروفون يعني قدم الكثير يعني انا يعني متاكد تماما انه جميع اشكال وقوالب العمل الاذاعي هو قدمها صحيح على المستوى الاذاعي احنا يعني اقل منه خبره 15 عام او 16 عام في الميكروفون جميع اشكال وقوالب العمل الاذاعي اتقدمت يعني الفكره ثاني شنو يعني الفكره ثاني شنو صحيح انا فكرت في حاجه قد تكون هي مختلفه في نفس المجال ذاته يعني يكون في مركز بتاع تدريب نعم. اعلامي دولي مش المراكز الموجوده الاساسيه يعني حاليا في الموجوده في الخرطوم دي مراكز يعني تجاريه صحيح نعم ما هو ممكن يا استاذ عمر دورة المذيع الناجح أربعة يوم نعم ما ممكن طبعا نعم احنا الاستسهال هو باب الاستسهال لولوج يعني انت اما الاولاد نعم. الطلبه ديل يعني انت ما تاخذ بعقولهم يعني نعم. مهما كان ما حتى اللي بيديروا بديل مع ناس زملائنا واخواننا نعم. بنتلاقى فترة المساء نعم. في مكانات كثيره جدا ممكن يعني لكن 6 شهور عشان هنا ام درمان فقط. لا سنين نعم. يا اخي ناس بتقرا في الاعلام سنوات طويله صحيح. يعني انت عشان نعم. عشان تفهم قالب المنوعات كيف تصنع برنامج خاص بتاع منوعات وتنتجه ويكون فيه محتوى جيد بالنسبة للمستمع أو المشاهد نعم. المسألة دي ما بالحاجة السهلة دراسة غير منتهية مستمرة مستمرة ومتجددة ومتجدد فالفكرة الفكرة شنو نعم. الفكرة موجودة في رأسي لها فترة لكن التنفيذ بتاع شوي برضو عاوز مجهود والمجهود ده يعني بتاخده خطوة خطوة صح. مركز دولي بمعنى الكلمة لتدريب الإعلاميين الموهوبين صحيح. مش أي إعلامي لأنه أنت ما يزول بيقدر بيقف قدام الميكروفون أو الكاميرا نعم. بيتكلم يبقى مذيع يعني نعم. مركز إعلامي دولي فيه أحدث الأجهزة الإذاعية والتلفزيونية فيه أفضل المدربين الخبراء في مجال الإعلام صحيح. بتدرب الجماعة تدريب براكتيكال في الميكروفون عشان يحصلوا على 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 المعلومه المفيده نعم. اللي بتقدر انها هي تبلور شخصيتهم الاعلاميه صحيح. انا شرفت لكم جدا يعني. الزملاء الاعزاء والاساتذه استاذ عمر محي الدين استاذ مازن صلاح امين شرفتونا نورتونا اليوم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير كلمه اخيره منك استاذ عمر بهذا ما قلت قبل انه انا ما اطيل اطلال عبر الاذاعه والتلفزيون الا اترحم على استاذنا الكبير المهندس صلاح طه صاحب السبت والرياده في تاسيس اذاعته الاهليه في السودان وتثبيت اقدام وصلاح طه دائما انا بقول لي صلاح طه لانه قبل مازن صلاح طه القاسم المشترك صح. لكل جيل الاذاعيين من التسعينات لحد صح. الالفينات نعم. وهو مكتشف المذيعين الشباب وهو كان داعم وسند وامل دائما على الدوله السودانيه ان يعني تضع تكريم ومسمى لاستاذنا الكبير راح صلاح طه وتحيه لاسرته في هذه الايام الفضيله وربنا يرحمه ويتقبله دائما فقط كان استاذ وقائد واب ومربي وحكيم نعم. قادنا واخذنا اخذ بيدنا نعم. للوصول لهذه الدرجات انا شاكر لكم واذا كان كلمه زي ما بقول من خلال الراديو في كل ختام تبقى الفكره اشوفكم تاني وبيني وبينكم شوقي الحاني وغير ما اقول الشوق بيتكلم وبيبقى لقانا كلام ومعانا كل سنه وانتم طيبين نعم بالتاكيد استاذ مازن كلمه توجهها لكل الشعب السوداني اللي بيتابعك واللي بيثبت عليه مواقيت صباحه وبداياته نعم. في اطلال عبر التلفاز والله بنقول لهم يعني خلف المايك بنقول لهم مره ثانيه رمضان كريم عليكم وان شاء الله يعني تستمتعوا بالايمانيات الكبيره الموجوده في الشهر الكريم اللي احنا موجودين فيه واسي وبوعدهم دائما يعني في اطلاله سمعيه بشكل مختلف بأداء مختلف بقالب مختلف بتختم كيف يا مازن الرياضة دائما صباح طبعا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ده ختام بالمناسبة يعني أنا ما أعرف الشعور أنا ما أعرف تقدر تخيل ما تقوله بنفس الشكل أنك قلت صعب تقليد الميكروفون إلا أمام الميكروفون نعم لكن أختم لل نعم للمشاهدين ما هي ما دي الورطة هنا طبعا ما نحن ما خلف الميكروفون الآن نحن قدام الكاميرا الكاميرات يعني
أيوة السادة والسيدات الأعزاء، في كل مكان، ختاما لهذه الجولة الصباحية من الصحف الرياضية والسياسية التي صدرت صبيحة هذا اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، كان معكم في التنفيذ المباشر سار أحمد المصطفى، وفي التقديم مازن صلاح أمين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. نعم. شكرا لكم كثير، شرفتونا ونورتونا يا ويام. دي الحاجة اللي قاعدين نعاني منها كلنا لما نكون مستضعفين، شخص المذيع بيطفر نفسه. صحيح. على هي شخصية بتأكيد. أخرى ما بتقدر. نعم. ما بتقدر. نعم. بتأكيد محمد شخصية المذيع الليلة كانت حاضرة وشكلها حلقة كانت ممكن تمتد لحد الصباح. ولكن بتأكيد دي كانت رسالة كبيرة جدا في حلقتنا لليوم، رحلة ومشوار من الصفر إلى الواحد، تبدأ بأنك أنت تكون مؤمن بقدراتك، وأيضا الأفضلية لمن يبقى على مستوى ثابت وليس لمن يعني يصعد السلم بسرعة خاطفة، هو من يقع بنفس السرعة. بتأكيد ده كان مشوارنا اليوم، وبتأكيد حنلتقيكم دائما في برنامج هلال رمضان بضيوف متميزين صانعين اسم من ذهب في شتى المجالات. وعمار الصوت الجميل اللي كان مرافقنا اليوم، شاكر لك جدا ولكل الفرقة الموسيقية اللي كانت موجودة اليوم معك من داخل قناة الهلال. تسمعنا شنو ختاما عمار؟ بشكر الأساتذة الأجلاء، يعني أستاذ عمر ده صاحبي يا سلام من زمن طويل شديد، وقدم لي سهرة كانت جميلة شديد في زاعة البيت السوداني. نعم. من أجمل السهرات، ولسه بتبس يعني. والله هي كان محفز يعني كبير جدا جدا لأنه استمر في المسيرة، وكان مشجعني دائما ولا زال يعني. يا سلام. أنا بشكره جدا جدا وسعيد كمان بأستاذ مازن، وشكرا لكم أنتم، شكرا محمد، شكرا نورتنا، ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله يدعاد علينا وعليكم كله بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. هنسمع عمل خاص خفيف كده من كلمات والحان أشرف على الله. نعم نسمع.
فجوق الدين.